Audio Jungle. Hakim Mohamed, des sportifs de haut niveau. يبذلوا نفس المجهود اللي يبذلوا اللاعب أو أكثر يقع له تحضير بدني يعني عادي ككل اللاعبين أو أكثر يقوم بكشف طبي في بداية السنة كشف الطبي على ضوء ذاك يقوم بالاختبار اللي يتخول له بشي حكم هو اختبار ورنا احنا نعرفوا اللي في فريقي عدة إصابات دقيقة خاصة ثم حكام اللي تعرضوا للموت في تيست ورنا الحمد لله في تونس يعني من اللي اللجنة الطبية شدها سي شفيق الجرية والمكتب الجامعي الحالي قام مجهود كبير ما عادش عندنا الحالات هذه والحمد لله الإصابات قلصت احنا توا عندنا سونتر ميديكو سبورتيف بريسك في عدة ولايات اللي يخولوا لنا مش الناس الكل كل حكم له الحق باش يقوم بالفحص في الجهة نتاعو في سونتر سبورتيف والحمد لله نقصد برشا إصابات والأحداث اللي والفاجعة اللي صارت في عدة دول كي نيجيريا كي كوت ديفوار كي السنغال الحمد لله تونس ما عندناش حاليا المشاكل ميرسي. Audio Jungle.